بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 140. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال رحمه الله: والوجه الثاني في ذم المواسم والأعياد المحدثة ما تشتمل عليه من الفساد في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن الشيخ رحمه الله مين أن المحدثات في الدين أنها لا تجوز لأمرين. نعم. الأمر الأول أنها بدعة، الوجه الأول أنها بدعة، وذكر ضوابط البدعة وأفاض في ذلك إلى أن وصل إلى هذا المكان، فانتقل إلى الوجه الثاني أنها مع كونها بدعة ومخالفة لكتاب الله وسنة رسوله وزيادة على ما شرعه الله ورسوله، فهي أيضا فيها مفاسد. فالبدع فيها مفاسد، وإن كان أصحابها يزعمون أن فيها مصالح وأنها بدع حسنة وأن قصدهم الخير وما أشبه ذلك، فإن هذا كله لا يبرر لهم ارتكاب البدع، فإن المصالح إنما هي فيما شرعه الله عز وجل، وأما ما لم يشرعه الله من الدين فإنه باطل وهو شر، وإن زعم أصحابه أن فيه مصالح. نعم. قال: ما تشتمل عليه من الفساد في الدين، أي الأعياد المحدثة والمواسم، واعلم أنه ليس كل أحد بل ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع، لا سيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة. نعم. قال: اعلم، هذا من باب التنبيه والاهتمام، أنه ليس أكثر الناس أو أكثر الناس يدرك ما فيها من المفاسد، لأن هذه الأمور خفية ولا يعلمها إلا من أعطاه الله علما نافعا ونية صادقة صالحة، ويلتمس الحق ويبحث عنه، وإلا فكثير من الناس لا تظهر لهم هذه الأشياء، ينظرون إلى ظواهر الأمور دون نظر في باطن الأمور وما تشتمل عليه، فهم أصحاب مظاهر فقط، لذلك يستحسنون هذه البدع لما فيها بزعمهم ولما يظهر منها من المصالح، دون نظر إلى ما تحدثه من الشرور وما تتضمنه من الفساد وما يحصل لأهلها من انتكاس القلوب وغير ذلك. قال: بل أولو الألباب هم الذين يدركون بعض ما فيه من الفساد. أولو الألباب، الألباب جمع لب وهو العقل، العقل الصحيح، هم الذين يدركون ما في البدع من الفساد، أما من ضعفت عقولهم أو غلبت عليهم النظرة الظاهرة دون تفحص للأمور فإنهم يستحسنون هذه المحدثات، ولذلك تروج هذه المحدثات في المجتمعات الإسلامية، لا سيما وإذا كان في هذه المجتمعات من ينتسب إلى العلم أو إلى الصلاح والعبادة، فإنهم يظنون أن سكوته عنها أنه دليل على مشروعيتها واستساغتها، فما بالك إذا كانوا يدعون لها يدعون إليها ويحسنونها للناس بحجة أن فيها مصالح وأنها فيها منافع
وأنها ترقق القلوب، وأنها ذكر لله وطاعة لله وعبادة لله، ولا يعلمون أنها ليست ذكرا لله على الحقيقة، ولا يعلمون أنها ليست عبادة لله على الحقيقة، وإنما هي عبادة للشيطان وذكر للشيطان، لأنه هو الذي أمرهم بها ورغبهم فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة. الواجب علينا اتباع الكتاب والسنة والتسليم لهما، وألا نزيد على ما جاء فيهما، وإن لم يتبين لنا ما في اتباع الكتاب والسنة من المصلحة، يعني من دقائق المصالح، وإلا فالمصلحة ظاهرة لكل مسلم ولو كان عاميا، لكن هناك أشياء مصالح ظاهرة باطنة لا قد لا يدركها إلا أهل العلم وأهل البصيرة. فنحن نمتثل الكتاب والسنة ولو لم تظهر لنا المصالح، لأننا نعلم أن الكتاب والسنة معصومان، وأنهما لا يأمران إلا بالخير ولا ينهيان إلا عن الشر. هذه القاعدة تكفينا، تكفينا في أن نثق بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك نعلم أن الكتاب والسنة لم يفرطا في شيء فيه مصلحة ومنفعة للناس فلم يشرعاه للناس أبدا. قال تعالى: ما فرطنا الكتاب من شيء، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والله حثنا على التفقه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتأمل فيهما، ولكن نحن إذا عرفنا وتيقنا أن الكتاب والسنة معصومان من الخطأ وأنهما متضمنان لمصالح الدنيا والآخرة، فهذا يكفينا ولو لم ندرك الحكمة في هذا النوع من العبادة أو هذا الشيء الذي نفعله. نحن نفعله تعبدا لله وطاعة لله مع اعتقادنا أنه هو عين المصلحة وإن لم تظهر لنا. نعم. قال رحمه الله: فننبه على بعض مفاسدها، فمن ذلك أن من أحدث عملا في يوم كأحداث صوم أول خميس من رجب والصلاة في ليلة تلك الجمعة التي يسميها الجاهلون صلاة الرغائب مثلا، وما يتبع ذلك من إحداث أطعمة وزينة وتوسيع في النفقة ونحو ذلك، فلا بد أن يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب، وذلك لأنه لا بد أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله، وأن الصوم فيه مستحب استحبابا زائدا على الخميس الذي قبله وبعده مثلا، وأن هذه الليلة أفضل من غيرها من الجمعة، وأن الصلاة أفضل فيها من الصلاة في غيرها من ليالي الجمعة خصوصا وسائر الليالي عموما، إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه أو في قلب متبوعه لمن بعث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة، فإن الترجيح من غير مرجح ممتنع. نعم، هذا من أعظم المفاسد، أن من يصلي صلاة غير مشروعة كصلاة الرغائب، وهي أول الصلاة أول خميس من رجب وأول ليلة جمعة وأول ليلة جمعة من رجب، يعتقد أن هذه الجمعة من رجب وهذا الخميس من رجب أفضل من غيره من الخميس في سائر الأسابيع، قد كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع ولم يخصص هذا في رجب، فهذا الذي يصوم يوم الخميس من رجب أو يقوم ليلة الجمعة من رجب يعتقد أن هذا اليوم وهذه الليلة أفضل ليالي السنة، في حين أن العكس هو الصحيح، أن هذه الليلة وهذا اليوم غير مشروع، وأن المشروع غيره مما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا فسادا أن يعتقد ما ليس مشروعا مشروع وما ليس فاضلا يعتقده فاضلا، ويترك المشروع ويترك الفاضل مما شرعه الله ورسوله، فهو يتعوض الذي هو أدنى من الذي هو خير. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: هذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم ونص على تأثيره، فهو من المعاني المناسبة المؤثرة، فإن مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عند من يقول بالمناسب القريب، وهم كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، ومن لا يقول إلا بالمؤثرة فلا يكتفي بمجرد المناسبة.
المناسبة حتى يدل الشرع على أن مثل ذلك الوصف مؤثر في مثل ذلك الحكم، وهو قول كثير من الفقهاء أيضا من أصحابنا وغيرهم. وهؤلاء إذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد أثر في مثل ذلك الحكم في موضع آخر عللوا ذلك الحكم المنصوص به. وهنا قول ثالث قاله كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أيضا، وهو أن الحكم المنصوص لا يعلل إلا بوصف دل الشرع على أنه معلل به، ولا يكتفى بكونه علل به نظيره أو نوعه. هذا بحث في العلل الشرعية، العلل القياسية التي يعتمدها الأصوليون في القياس، وهو الوصف، الوصف الذي يكون مع الحكم. فإذا كان هذا الوصف ليس له تأثير في الحكم فهو ما يسمى بالوصف الطردي الذي لا يفهم منه علة، وإذا كان هذا الوصف له تأثير في الحكم فهذا عند الجمهور أنه هو العلة، أن هذا الوصف هو العلة. وسيضرب الشيخ رحمه الله في ما يأتي أمثلة لهذه الأقسام. نعم. قال وهنا قول، قال وتلخيص الفرق بين الحاصل أن العلة، أن العلة في القياس على قسمين. القسم الأول أن تكون علة منصوصة كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلما رتب القطع على اسم السارق دل هذا على أن العلة هي السرقة، أن العلة هي السرقة. هذه علة منصوصة. وهناك علة مستنبطة وليست منصوصة. نعم. قال وتلخيص الفرق بين الأقوال الثلاثة أن إذا رأينا الشارع قد نص على الحكم ودل على علته، هذه علة منصوصة. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات، هذه علة منصوصة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على الهرة بأنها ليست بنجس، فما أكلت منه أو شربت منه وبقي منها بقية، وكذلك ريقها إذا شربت من الماء فإن الماء طاهر لا تنجسه. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم، فجعل العلة في قوله ليست بنجس العلة أنها من الطوافين، أي أنها تتردد على الناس في بيوتهم، تدخل عليهم، تخالطهم، وتأكل معهم، وتشرب من أوانيهم. فلو كانت نجسة لشق ذلك على الناس، الحمد لله، لأن الهرة يصعب التحرز منها. ولو كان ما شربت منه أو أكلت منه أو لامسته يكون نجسا لشق ذلك على الناس وتحرجوا، فالله جعلها ليست نجسة تخفيفا على الناس، خلاف الكلب فإنه نجس، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء إذا ولغ فيه 7 مرات إحداها بالتراب، لأن الكلب لا يلابس الناس ويخالطهم، بل منهي عن استصحاب الكلب إلا للأحوال الثلاث التي سيأتي ذكرها. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس ثم بين العلة فقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فهذا حكم مقرون بعلته، وهذه هي العلة المنصوصة التي لا تحتاج إلى اجتهاد في إثباتها. نعم. فهذه العلة تسمى المنصوصة أو المومة إليها، علمت مناسبتها أو لم تعلم. نعم. فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث، وإن اختلفوا هل يسمى هذا قياسا أو لا يسمى. نعم. ومثاله في كلام الناس ما لو قال السيد لغلامه لا تدخل داري فلانا فإنه مبتدع أو فإنه أسود ونحو ذلك، فإنه نعم يفهم منه. نعم. لو قال السيد لغلامه يعني مملوكه أو خادمه، نعم، لا تدخل علي فلانا فإنه أسود، فيعرف من النهي عن إدخاله أنه أسود، تكون كلمة إنه أسود علة منصوصة، أنها علة منصوصة. أو إنه مبتدع وهذه أشد، لا تدخل داري فلانا فإنه مبتدع، فهذه علة منصوصة من كلام القائل، فإن العلة في عدم إدخاله كونه مبتدعا، فيشمل كل مبتدع لا يقتص على هذا الشخص، بل كل مبتدع. وفي الأول هي إنه أسود يشمل كل أسود يقاس عليه يعني. نعم. فإنه يفهم منه أنه لا يدخل داره من كان مبتدعا أو من كان أسود.
وهو نظير أن يقول لا تدخل داري مبتدعا ولا أسود، يعني بدون علة. لو قال لا تدخل داري مبتدعا ولا أسود فمثله لا تدخل داري فلانا لأنه أسود أو لأنه مبتدع. نعم. ولهذا نعمل نحن بمثل هذا في باب الأيمان. فلو قال لا لبست هذا الثوب الذي يمن به علي حنث بما كانت منته مثل منته، وهو لو قال لا ألبسها، لو حلف لا ألبس هذا الثوب الذي فيه منة، صارت العلة هي المنة. إذن كل شيء فيه منة إذا استعمله فإنه يحنث ولو لم يحلف عليه، قياسا على الذي حلف عليه، لأن العلة واحدة وهي المنة. فلو أكل من طعامه أو ركب سيارته أو دخل داره يحنث، لأن العلة واحدة. نعم. قال حنث بما كانت منته مثل منته وهو يمنه ونحو ذلك. أي نعم. وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ولم يذكر علته، لكن قد ذكر علة نظيره أو نوعه، مثل أنه جوز للأبي أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنها، وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على مالها كونها صغيرة، فهل يعتقد أن علة ولاية النكاح هي الصغر مثلا؟ فهذه العلة المؤثرة، أي قد بين الشارع تأثيرها في حكم منصوص وسكت عن بيان تأثيرها في نظير ذلك الحكم. فالفريقان الأولان يقولان بها، وهو في الحقيقة إثبات للعلة بالقياس، فإنه يقول كما أن هذا الوصف أثر في الحكم في ذلك المكان كذلك يؤثر في هذا المكان. أعيد العبارة. وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ولم يذكر علته، لكن قد ذكر علة نظيره أو نوعه، مثل أن جوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنها، وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على مالها كونها صغيرة، فهل يعتقد أن علة ولاية النكاح هي الصغر مثلا؟ فهذه هي العلة المؤثرة، أي قد بيّن الشارع تأثيرها في حكم منصوص وسكت عن بيان تأثيرها في نظير ذلك الحكم أن الشارع نهى عن أن يزوج ابنته الصغيرة بدون إذنها، فما هي العلة؟ هل لأنها صغيرة؟ جوز له أن يزوج الصغيرة، جوز الأب أن يزوج الصغيرة بلا إذنها. بلا إذنها. فما هي العلة؟ هل العلة أنها لم تأذن أو لأنها صغيرة ولا يعتبر لها إذن؟ بينما أنه جوز له الاستيلاء على مالها لصغرها، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قال فإذا قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فجعل العلة الصغر مع عدم الرشد الصغر. فهل كون الرسول نهى الرجل أن يزوج ابنته الصغيرة أن العلة هي الصغر، أو العلة أنها لم تأذن؟ إذا قسنا الزواج على المال فنقول العلة هي الصغر، لأن الشارع نص عليها في الأموال، وكذلك في التزويج. نعم. قال فالفريقان الأولان يقولان بها، وهو في الحقيقة إثبات للعلة بالقياس. نعم. فإنه يقول كما أن هذا الوصف أثر يعني علة مقيسة كما سبق في قوله فإنها من الطوافين، وعلة مقيسة وليست منصوصة. نعم. فيقول إنه كما أن هذا الوصف أثر في الحكم في ذلك المكان كذلك يؤثر في هذا المكان. نعم. والفريق الثالث لا يقول بها إلا بدلالة خاصة لجواز يكون النوع الواحد من الأحكام له علل مختلفة. الذي ينفي القياس لا يقول بطرد العلة بقياس مسألة المال، بقياس مسألة الصغر على مسألة المال، مسألة النكاح لا يقول بعلة منع إنكاحها بغير إذنها على الاستيلاء على مالها لصغرها، يقول لعل الشارع لم يقصد الصغر في هذه المسألة، وأنتم جعلتم الحكم منوطا به والشارع لم ينص عليه، هذا اجتهاد يعني من بعض الفقهاء. نعم. ومن هذا النوع أنه صلى الله عليه وسلم، أي أن يكون النوع الواحد من الأحكام له علل مختلفة، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو يستام الرجل على سوم أخيه، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين، كما علل به في قوله لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، كان يبيع سلعة ويجعل له الخيار لمدة 3 أيام مثلا أو يوم أو يومين، ثم يأتيه شخص آخر ويقول له اترك هذه السلعة، أنا أبيع عليك أحسن منها بأقل ثمنا منها. هذا باع على بيع أخيه. وكذلك السوم على سومه، كان تعرض السلعة في المزاد العلني ويسومها الناس، وينتهي السوم عند واحد يريد صاحب السلعة أن يبيعها على آخر من سام، فيأتيه واحد ويقول اصبر لا تبع عليه، هذا لا يجوز، ويسومها بأكثر. فبعدما إن صاحبها مال إلى البيع وقبل فيأتي ويمنعه من البيع وإنهاء السوم، يمنعه من إنهاء السوم لأن عنده سوما آخر، هذا لا يجوز، يتركه يبيع على أخيه. وكذلك الخطبة لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد، حتى ينكح أو يرد. فإذا سمعت أن أخاك خطب امرأة وأنت لك رغبة فيها فلا تقدم على خطبتها، لأنك حينئذ تفسد عليه خطبته، وأيضا تجعل أهل الزوجة يعدلون عنه بعدما مالوا إليه، وهذا فيه إفساد وفيه إخلال بمصالح الإخوة. لكن ما نص الشارع على العلة، نهى عن البيع على بيع أخيه، عن السوم على سوم أخيه، عن الخطبة على خطبة أخيه، ولم ينبه على العلة، بينما نص عليها في أمر آخر، وهو نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، قال لئلا تقطعوا أرحامكم. فنص على العلة وهي الفساد، وهي قطيعة الرحم، لأن ذلك يحدث فسادا وهو قطيعة الرحم. فكذلك في السوم على سوم أخيه، والبيع على بيع أخيه، والخطبة على خطبة أخيه، العلة هي ما يحصل من الفساد وتعطيل المصالح. نعم، صلى الله عليكم. قال: وإن كان هذا المثال يظهر التعليل فيه ما لا يظهر في الأول، يعني النكاح العمة المرأة على عمتها على غير، فإنما ذاك لأنه لا يظهر فيه وصف مناسب للنهي إلا هذا. نعم، والسبر دليل خاص على العلة، السبر الذي هو التتبع، السبر والتقسيم، يسمونها السبر والتقسيم، أن تستعرض عدة صفات، عدة أوصاف، وتنظر أيها المناسب للحكم، ثم تلغي ما ليس مناسبا وتأخذ الأنسب. هذا السبر والتقسيم لالتماس العلة، هذا إذا كانت العلة غير منصوصة فيأتي دور السبر والتقسيم. نعم، قالوا: السبر دليل خاص على العلة، ونظيره من كلام الناس أن يقول: لا تعطي هذا الفقير فإنه مبتدع، ثم يسأله فقير آخر مبتدع فيقول لا تعطيه، وقد يكون ذلك الفقير عدوا له. نعم، إذا قال لا تعطي هذا الفقير فإنه مبتدع، هنا نص على العلة، ثم جاء فقير آخر فقال لا تعطيه ولم ينص على العلة، فنقيس هذا على الأول. فنقول القائل لا تعطي الثاني لأنه مبتدع بدليل قوله في الأول فإنه مبتدع، فهذا من إثبات العلة بالقياس، مع أنه قد يكون ما قصد هذا، وإنما قصد لأنه عدو له ولم يقصد لأنه مبتدع. نعم، لكن لما نص عليه في مكان آخر ألحقنا به المكان المهمل. نعم، قال: وقد يكون ذلك الفقير عدوا له، فهل يحكم بأن العلة هي البدعة أم يتردد لجواز أن تكون العلة هي العداوة؟ نعم، وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ورأينا فيه وصفا مناسبا له، لكن الشارع لم يذكر تلك العلة ولا علل بها نظير ذلك الحكم في موضع آخر، فهذا هو الوصف المناسب الغريب، لأنه لا نظير له في الشرع ولا دل عليه كلام الشارع وإيماؤه عليه، فيجوز اتباعه الفريق الأول ونفاه الآخران. نعم، هو هذا كله في بحث العلة المستنبطة، فإذا حكم الشارع بحكم وذكر علته
ثم حكم بحكم آخر ولم يذكر العلة. العلة، فهل نرجع الآخر إلى الأول ونجعل العلة هي العلة التي في الأول أو لا؟ فهذا محل الاجتهاد بين العلماء. نعم. قال: وهذا إدراك لعلة الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه، كما أن الذي قبله إدراك لعلته بنفس القياس على كلامه، والأول إدراك لعلته بنفس كلامه المنصوص. لو تعيد الجملة الأخيرة ونظير هذا. أما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ورأينا فيه وصفا مناسبا له، لكن الشارع لم يذكر تلك العلة ولا علل بها نظير ذلك الحكم في موضع آخر، فهذا هو الوصف المناسب الغريب، لأنه لا نظير له في الشرع ولا دل كلام الشارع وإيماؤه عليه. نعم، الشارع ما نص على العلة لكن ذكر وصفا مناسبا، ولم ينص على أن هذا الوصف هو العلة وليس له نظير، فنحن علقنا الحكم بهذا الوصف المناسب في هذا الموضع. جاء في موضع آخر وحكم بحكم آخر ولم يذكر له وصفا، في الأول ذكر وصفا وفي هذا الثاني حكم بحكم ولم يذكر له وصفا، فهل نقيسه على الأول أو لا نقيسه؟ هذا هو الوصف الغريب الذي فيه إشكال. نعم. قال: فيجوز اتباعه الفريق الأول ونفاه الآخران. نعم، الفريقان، لأنه ذكر ثلاثة مذاهب. نعم. في الاستنباط العلة. نعم. نعم. وهذا إدراك لعلة الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه. أما لو دل كلام الشارع عليه ما يحتاج إلى عقولنا، وإنما هذا استنباط منا واجتهاد منا. نعم. كما أن الذي قبله إدراك لعلته بنفس القياس على كلامه. نعم. والأول إدراك لعلته بنفس كلامه. الثالث هو الذي تكلم عليه الأول، يقول بعقولنا. ها؟ بعقولنا أو القياس أو المنصوص يعني. نعم. ومع هذا فقد تعلم علة الحكم المعين بالصبر وبدلالات أخرى. هذا موضعه علم الأصول في العلة المستنبطة. نعم. إذا خرج الحديث عن الشرع في الآيات والأحاديث إلى كلام الفقهاء وتفاصيلهم يكون شاقا وغير مستبين. لابد من هذا. إذا ننتهي عند هذا ونقف وندعو السامع في فسحة شوي حتى اللقاء القادم إن شاء الله لنهاية القادم. طيب. وقت هذا اللقاء يعني ما أنتم درسنا الوصول. أسأل الله ينفع بها ويكفي شرها. نعم. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة شيخنا الكريم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، جزا الله شيخنا خير جزائه على ما تفضل به من الشرح والبيان، وجزاكم خيرا على حسن استماعكم. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. هذه تحية مهندس الصوت أخي عبد الله السلولي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.